ينضم إلينا مباشرة من عدن مراسل الإخبارية صلاح بالأخبار. صلاح، ماذا يحمل المبعوث الأممي خلال زيارته لعدن وأيضا لقائه الرئيس هادي؟ نعم، في الواقع حتى الآن لم ترشح إلينا معلومات، الجميع بانتظار معلومات عن ما إذا كان ولد الشيخ أحمد يحمل جديدا إلى الرئيس هادي. هذه طبعا هي زيارته الأولى للعاصمة المؤقتة عدن، وهذا يعتبر نصر كبير للشرعية وللرئيس هادي التي استطاعت أن تؤمن عدن لوصول مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. نعم، إذا صلاح فيما يخص الشيخ أحمد وصل قبل. نعم، فيما يخص الحكومة، يعني ما هي شروط الحكومة لعقد محادثات جنيف؟ شروط الحكومة باتت معروفة، وشروط الرئيس هادي والشرعية وحتى الشعب اليمني باتت معروفة للجميع، وهي تنفيذ القرار 2216 بدون شروط وبدون قيود. يجب على الحوثيين أن يلتزموا بتنفيذ القرار وأن يتعهدوا بتنفيذه تحت إشراف الأمم المتحدة. هذا هو أبرز شرط تضعه الحكومة والرئيس هادي. ولد الشيخ أحمد وصل قبل قليل، حاليا يجتمع بالرئيس هادي في قصر معاشيق. نحن بانتظار ما إذا كان هناك من جديد سيحمله ولد الشيخ أحمد، وهذا ما قدرته أو توقعته وسائل إعلام يمنية هنا كثيرة، أن ولد الشيخ أحمد يحمل مقترحات جديدة، ربما يحمل التزاما من الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح بتنفيذ القرار. لكن غير مستبعد أن يكون أيضا لا يحمل أي شيء من الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح، على اعتبار أن هذه القوات لا زالت تعزز تواجدها على الأرض ولا زالت تقتل المواطنين المدنيين خاصة في تعز ومأربنا. نعم، هل يعني يحمل يعني المبعوث الأممي تأكيدات من الحوثي بحضور هذه المحادثات؟ لأن في السابق كان هناك مماطلة من الحوثيين لعدم حضورهم أو مماطلات في الحضور لمحادثات التي تعقد ما بينهم وبين الحكومة. الوضع اختلف تماما عما كان قبل شهرين او ثلاثة اشهر. الان الحوثيون يعلنون كل يوم انهم مستعدين للتفاوض، يحاولون ايضا استمالة العواطف والرحمة من قبل المجتمع الدولي بانهم مستعدون لتسوية الازمة او الحرب سلميا، يكررون هذا كل يوم في وسائل اعلامهم. لكن عندما تأتي لحظة الحقيقة يعلنون انهم سوف ينفذون القرار 2216 وينفذون القرارات الدولية، ثم يشترطون نقاط 7 او نقاط 10 كما رأينا في المرات الماضية من وراء الكواليس، وهذا ما يمنع النقاد هذه المشاورات، تسميها الحكومة اليمنية مشاورات. اليوم هم في موقف حرج جدا عسكريا وعلى الأرض، وتكاد سيطرتهم على باقي المدن والمحافظات التي يسيطرون عليها أن تفلت من أيديهم. نعم، مع اشتداد المقاومة في كل المناطق حتى التي يسيطرون عليها وحتى التي كانت تعتبر حتى وقت قريب حاضنة لهم، يبحثون عن أي مخرج. لكن الجميع يعلم أن خاصة علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي أنهم غير جادين وغير. نعم، لا يمكن أن يوفوا بأي عهد. نعم، من عدن مراسل الإخبارية صلاح بالأخبار، شكرا لك.